السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم أستاذ صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله هنحل مع بعض تمارين الجرامر من كتاب أسباير، الوحدة الأولى تمارين القواعد لعام 2024. يا ريت على ما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زملائك على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتساب والتليجرام. ولو دي أول مرة تشوف القناة بيشرفنا جدا اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بالحلقات الجاية ان شاء الله. استنونا بعد الانترو. ورجعت لكم مرة تانية، يلا بينا نبدأ. بسم الله، وأول سؤال عندي بيقول choose the correct answer number 1 help I lost my wallet how can I get home. الإجابة هتكون have lost. النبدة الحقوني انا ضيعت محفظتي كيف ساصل الى البيت. طبعا ده زمن البريزنت بيرفكت او المضارع التام، وبستخدم المضارع التام لما بيكون حاجه حصلت في الماضي، حدث في الماضي ولكن له غير محدد الزمن وله اثر في الحاضر. فانا عندي حاجه حصلت وما قالش حصلت امتى، هو ما عرفش حصلت امتى. انا ضيعت محفظتي ضاعت، لكن هو ما عرفش هي ضاعت امتى وما حددش بالظبط ضاعت امتى، وكمان ده له اثر عليه دلوقتي ان هو مش عارف هيروح ازاي لبيته لان المحفظه ضاعت فيها فلوسه. بقول هاو كان اي جيت هوم، فهنا واضح ان في اثر عليه دلوقتي ان هو متلخبط مش عارف ازاي هيروح. فانا بستخدم زمن المضارع التام. نمبر 2 last night I lost my keys I had to call my wife to let me in. عندي هنا كلمه داله على الماضي، مساله تختلف عن المساله اللي فوق. هنا بيقول I lost my keys، انا فقدت مفاتيحي ليله امبارح. هو عارف امتى ضاع بالظبط وحدد امتى، يبقى ده حدث محدد الزمن في الماضي. حتى السياق هنا بيقول اي هاد تو، اضطريت ان انا اتصل بزوجتي تو ليت مي ان كي تسمح لي بالدخول. مش هينفع استخدم زمن المضارع التام. نمبر 3 ذا كار نقط فاست وين ات هيت ذا تري. الاجابه هتكون واز موفينج. وطبعا ده هنا في تقاطع ما بين الزمنين ما بين زمن الماضي البسيط. هنا هيت، طبعا الفعل هيت تصريفه هيت هيت هيت، ده فعل الريجولر، فعل غير منتظم. الماضي البسيط منه هيت، فده ماضي بسيط. هنا was moving ماضي مستمر، والعلاقة بينهم علاقة تقاطع. الحدث اللي كان في الماضي البسيط قطع الحدث كان في الماضي المستمر، وقلنا معناها العربية كانت بتتحرك بسرعة لما اصطدمت في الشجرة. الاصطدام، لحظة الاصطدام هو الحدث القصير اللي قطع الحدث الطويل اللي هو تحرك السيارة. طبعا مش هينفع استخدم زمن المضارع المستمر ولا المضارع التام ولا المضارع البسيط، حتى السياق عندك ماضي. نمبر 4 ماها فيرست ميت هير بيست فريند وين شي نوت ات برايمري سكول. الاجابة هتكون was. لو بصيت في سياق الجملة الأولى هتلاقي مات اللي هو فعل ماضي، ماضي بسيط. الجملة معناها لها قابلت صديقتها المفضلة فيرست، يعني لأول مرة، لأول مرة. يبقى لها قابلت صاحبتها المفضلة لأول مرة عندما كان عندما كانت في المدرسة الابتدائية. When she was. ما ينفعش استخدم was being في زمن مستمر بالشكل ده، لان الفيرب تو بي من افعال الستيت اوف فيرب اللي هي افعال الحاله. وانا عندي هنا اس ده مضارع وهاز بين ده مضارع، والسياق عندي ماضي، فمش هينفع استخدم مضارع خالص. نمبر 5 ماي فاميلي نقط ان لوكسر سينس 2015. سينس لو دي بعدها سنه من سنوات الماضي بستخدم معاها زمن المضارع التام. وبين معناها ان اسرتي عايشه في الاقصر من سنه 2015. نمبر 6 ماي فاميلي نقط ان لوكسر ان 2015. نفس السنه بس لو غيرنا سينس وخليناها ان، في الحاله دي بستخدم ماضي بسيط، وده بيدل ان الحدث انتهى، يعني اسرتي خلاص ما بقتش عايشه في الاقصر، بقت دلوقتي عايشه في مكان تاني. لكن الجمله اللي فوق
اللي هي رقم 5 معناها ان اسرتي عايشه في الاقصر ولا زالت عايشه في الاقصر، لسه ما انتقلتش لمدينه تانيه. لكن الجمله رقم 6 واضح ان عيلتي انتقلت لمدينه تانيه. نمبر 7 هي نقط سو تايرد سينس هي هاد وركد هارد. الاجابه هتكون هي واز سو تايرد، طبعا هي بتعبر عن الحاله، وهنا سينس ممكن تلخبطك شويه، ولكن سينس هنا لها معنى اخر، معناها لان بتساوي كلمه بيكوز، والجمله معناها هو كان متعب جدا، بتعبر عن حالته، يبقى هي الفيرب تو بي واز يعني من افعال الحاله، كان متعب جدا لانه اشتغل بجد، اشتغل تعب في الشغل يعني. وطبعا هاد ورك ده زمن ماضي تام، يبقى السياق عندي ماضي، يبقى انا محتاج حاجه لها علاقه بالماضي. لكن بقيه الازمنه اللي موجوده في الاختيارات اللي هي از وهاز دول المضارع. هاد بين ده ماضي تام مش ينفع ابدا ولا موجود اصلا في اللغه كلها على بعضها، ماضي تام مع ماضي تام في شقي جملتين. نمبر 8 اي نقط باريس 3 تايمز this year. الإجابة هتكون I have visited. لما يكون في جملة بتعبر عن عدد مرات تكرار الحدث اللي هو ده 3 times. 3 times دي يعني معناها 3 مرات، يعني التعبير ده بيعبر عن عدد مرات تكرار الحدث. في الحالة دي بستخدم زمن المضارع التام، وكمان عندي حاجة جميلة جدا هي this year، أحد الكلمات الدالة على زمن المضارع التام، يبقى أنا هختارها visited، والجملة معناها أنا زرت باريس 3 مرات هذا العام. نمبر 9 last year I went Paris with my family. هنا بقى في حاجه مختلفه، اداني حدد الزمن في الماضي بكلمه داله على الماضي اللي هي last year، فانا هختار فعل ماضي. نمبر 10 I went about the problem for months but I haven't found a solution yet. الاجابه هتكون I have known، لان انا عندي تعبير دال على زمن المضارع التام اللي هو four months لشهور او لمده شهور، والجمله معناها انا اعرف عن المشكله لمده شهور. but I haven't found، لكنني لم اجد حلا لها يعني لمشكله يت حتى الان. نمبر 11 which of the following is structurally correct. الجمله الصحيحه، عاوز الجمله الصحيحه. الجملة الصحيحة هي letter C اللي بتقول they had already left the village before the sun rose. الرابط عندي before معناه قبل، بيجي بعد منه ماضي بسيط، rose اللي هو التصريف الثاني من الفعل rise اللي معناها تشرق، يبقى rose دي معناها اشرقت، وهنا عندي قبل before ماضي تام، يبقى كده السياق سليم والجملة تمام. الجملة معناها هم غادروا القرية قبل ان تشرق الشمس. طيب ايه الخطا اللي موجود في باقي الامثله؟ هنا ربط ما بين ماضي تام مع مضارع بسيط، يبقى ده غلط، ما ينفعش السياق هنا بقى مضارع ولا ماضي ولا خلطه بيطه، ما تنفعش. ليتر بي ربط ما بين المضارع التام وما بين الماضي، برضه نفس القصه. لا، ليتر دي ربط ما بين الماضي المستمر والماضي البسيط، والجملة ما ينفعش يبقى فيها علاقة تقاطع، ما ينفعش نربط بين الماضي المستمر والماضي البسيط بشكل، هتقول ده معناه ان شروق الشمس قطع المغادرة للقرية، مش نافعة ولا في أي منطق في الجملة. حتى هنا بيفور مش من الروابط اللي بتستخدم، اللي هو بيفور يعني مش من الروابط اللي بتستخدم عشان تربط ما بين زماني الماضي المستمر والماضي البسيط. نمبر 12 you look very smart. حد بيقول لحد انت انيق، تبدو انيقا. سمارت بتيجي بمعنيين، بتيجي بمعنى ذكي وبتيجي بمعنى انيق. انيق يعني لابس شيك كده، لبسه شيك. فحد بيقول لحد بيقول له انت لابس، انت تبدو انك شيك قوي النهارده. فالتاني رد عليه وقال له ايه بقى؟ قال له اي نقط الجوب انترفيو. فهو عاوز يقول له انا كان عندي مقابله عمل فعشان كده لابس كويس يعني. فانا هختار I have just had. طبعا ده حاجة حصلت في الماضي، هو اوريدي عمل مقابلة العمل وطلع منها وخرج، فاللي شافه شافه بعد ما عمل المقابلة، فبقول له انت لابس شيك قوي. قال له اه انا لسه عامل مقابلة عمل، لسه كنت في مقابلة عمل عشان كده كنت لابس كويس. فهنا في حاجة حصلت في الماضي ولكن لها اثر موجود على الشخص. ايه الاثر اللي موجود؟ ان هو
smart look smart يبدو أنيقا. فأنا لما يكون عندي حاجة حصلت في الماضي ولها أثر موجود عليها في الحاضر فهنا بستخدم زمن الـ present perfect بالمضارع التام. Number 13 My grandparents only knew each other for a few months before they got married. لو نفتكر مع بعض رقم 11 اللي هي الجملة دي اللي انا كنت لسه اخترتها قلت النقاط before بيجي بعدها ماضي بسيط وقبلها الناحية التانية هنا بيكون ماضي تام فانا ممكن اختار had known. كمان ينفع اختار ماضي بسيط before لها قاعدة ممكن يجي ماضي بسيط في الجملة الاولى وكمان ماضي بسيط في الجملة التانية فانا برضو ينفع اختار new وينفع اختار had known يبقى الاجابة بتاعتي هتكون A and C والجملة معناها ان جدي وجدتي عرفوا بعض لشهور قبل ان يتزوجا. Number 14 He is trying to stop smoking He has not smoked a single cigarette not a week. طبعا انا عندي a week دي مدة زمنية كاملة فانا اختار 4 اللي بيجي بعدها مدة زمنية كاملة وينفع كمان استخدم ان فهنا ينفع اجابتين في الجملة دي. الجملة معناها he is trying to stop smoking هو بيحاول ان يتوقف عن التدخين لم يدخن سيجارة واحدة لمدة اسبوع او ممكن اقول خلال اسبوع او في فترة اسبوع الاجابتين دول الاثنين ينفعوا مفيش اي مشاكل. Number 15 Come on, it's time we load our luggage. We have to leave in 2 hours. الإجابة هتكون كلمة packed. الجملة معناها هيا حان الوقت لكي نحزم الأمتعة. نحزم الأمتعة يعني نحط حاجتنا في الشنط يعني شنط السفر. We have to leave in 2 hours. يجب أن نغادر في خلال فترة ساعتين. يجب أن نغادر في خلال فترة ساعتين. لو لاحظت هنا برضو we have to leave in 2 hours هنا اللي هي معناها في خلال زي الحتة اللي احنا كنا مستخدمينها هنا في الجملة اللي فوق بيجي بعدها مدة زمنية كاملة. الفكرة كلها ان انا خدت ماضي بسيط ليه؟ ان التعبير ده it's time بيجي بعده هنا كده ماضي بسيط لو انت بتتكلم في المضارع لو انت بتتكلم في المضارع. رقم 16 Come on, it's time not our luggage, we have to leave in 2 hours. لو بصيت بقى على الجملة دي هتلاقي في فرق ان الجملة رقم 15 فيها فاعل اللي هو كلمة we بينما رقم 16 الفاعل مش موجود في الحالة دي it's time بيجي بعدها to زائد المصدر it's time to pack يعني حان وقت حزم الأمتعة. Number 17 I miss my cousin so much, we not since she was 5. انا افتقد بنت خالتي جدا هي وحشاني قوي يعني انا او احنا عاوز اقول يعني ما قابلناهاش منذ ان كانت 5 سنوات. فطبعا هنا لو بصينا هنختار I haven't met we haven't met احنا لم نتقابل since بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط ودي برضو احد القواعد بتاعت زمن المضارع التام بيجي قبلها ماضي بسيط غالبا بيكون منفي وبعدين سينس بيجي بعدها ماضي بسيط. رقم 18 بص بقى ركز في المساله دي شويه I had a chat with my cousin at the party last week. انا كان ليا دردشت يعني مع بنت خالتي في الحفله الاسبوع اللي فات. We not since she was 5. بص بقى على السياق بتاع الجمله اللي فوق I miss اللي هو مضارع وهنا I had اللي هو السياق ايه ماضي وكمان في كلمة دلع ماضي اهو. هنا بقى مش هينفع استخدم زمن المضارع التام اللي هو haven't met هستخدم ايه يا جماعة هستخدم ماضي تام hadn't met. احنا ما تقابلناش منذ ان كانت 5 سنوات ليه؟ المضارع التام بيعبر عن حاجة ما حصلتش لحد اللحظة اللي انت بتتكلم فيها. فانت لو خدت في الجملة رقم 18 مضارع تام معناها ان انت ما تقابلتش معاها مع بنت خالتها هي ما تقابلتش مع بنت خالتها منذ ان كانت 5 سنين بس ده مش حقيقي ده هي كانت مقابلاها الاسبوع اللي فات وقعدت تدردش معاها يبقى ده مش 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 موجود الشرط مش متوفر في الجملة دي. احنا قلنا لازم تكون الحاجة من اول الماضي لحد لحظة الكلام ما حصلتش
طب هل ده متوفر في جملة رقم 17؟ ايوه. بتقول انا مفتقدها جدا، احنا ما اتقابلناش من ساعه ما كانت 5 سنين. طب في الجمله الثانيه الشرط متوفر؟ لا مش متوفر. ليه؟ لانها قابلتها الاسبوع اللي فات واتكلمت معاها، فهنا بقى مش هتستخدم درجه، ما تقول تستخدم بقى ماضي تام. ده احنا ما كناش اتقابلنا من ساعه ما كان عندها 5 سنين. رقم 19، when we saw the hotel we know that it was a great place for a holiday. لو بصينا على السياق في الاول كده هنلاقي ان السياق من هنا ومن هنا، من الفعل الصو من الفعل was، السياق ماضي، يبقى انا هختار حاجه لها علاقه بالماضي، يبقى افضل اجابه هتكون نيو، لان الفعل نو لا يوضع في الازمنه المستمره هنا كده، وطبعا ده ماضي تام وده مضارع تام، مش هختار مضارع لان السياق زي ما قلنا ماضي. فهنختار بقى ايه؟ عندما راينا الفندق عرفنا that it was a great place for a holiday. طب ليه ما اخترتش هاد نون؟ لان هاد نون دي معناها ان الحاجه حصلت الاول، ده معناها ان انا عرفت ان الفندق كويس قبل حتى ما اشوفه، فده مش منطقي، هاد نون مش هينفع. نمبر 20، يو لوك بيل، لقط يو بيل صفه معناها شاحب الوجه، لونه مصفر يعني، فبقول له انت تبدو شاحب الوجه، عاوز يقول لي ايه اللي حصل لك؟ فهنختار has anything happened to you، هل حدث اي شيء لك؟ فدي حاجه حصلت او ربما تكون حصلت، ولكن الشيء ده اللي ممكن يكون وارد يعني محتمل انه حصل له تاثير، في اثر موجود في المضارع. ايه الاثر؟ ان الشخص ده بيل شاحب الوجه، ففي حاجه حصلت في الماضي ولها اثر موجود في الحاضر، فده احد استخدامات زمن المضارع التام. بقيه الاجابات مش هتنفع. نمبر 21، which of the following is structurally correct؟ الجمله الصحيحه هي letter D، he has done all his homework so he can relax this evening. لو بصينا هنا ده مضارع وده كمان مضارع، يبقى الجمله معناها هو عمل كل واجبه لذلك هو يقدر ان هو يستريح هذا المساء. تعالوا نشوف بقى الجمل، ربط ما بين المضارع في كان والماضي في did، غلط. ربط ما بين الماضي التام والمضارع، غلط. ربط ما بين الماضي والمضارع، وده دول زي الجملتين زي بعض اللي هي بي وسي، وده وارد ان يكون خطا طبعا غير مقصود. نمبر 22، my uncle lived abroad for 5 years. This means that not. لو بصينا على lived اللي هو فعل زمنه ماضي بسيط، احنا قلنا الماضي البسيط من استخداماته حدث بدا وانتهى في الماضي. الجمله معناها ان خالي او عمي عاش في الخارج لمده 5 سنين. احنا قلنا الماضي البسيط انتهى، يبقى ايه الجمله دي معناها ايه؟ الجمله دي معناها ذات هي doesn't live abroad now، انه لم يعد يعيش او لا يعيش بالخارج الان، يعني الحدث انتهى خلاص. بقيت الاختيارات مش هتنفع. نمبر 23، the police want to know what the thief got at 8 o'clock last night. الاجابه هتكون was doing، بستخدم زمن الماضي المستمر للتعبير عن حدث وقع في وقت محدد. كلمة 8 o'clock بتعبر عن وقت محدد، last night ده تعبير بيعبر عن الماضي، يبقى ده اسم وقت محدد في الماضي، ده احد استخدامات زمن الماضي المستمر. الجملة معناها ان الشرطة تريد ان تعرف ماذا كان يفعل اللص الساعة 8 الليلة الماضية. Number 24، they have been good mates ever since they not at school together. ever since هي هيها since، ما تخليهاش تلخبطك، ما تخليش وجود ever هنا لخبطك. الجملة معناها هم اصدقاء جيدين منذ نقط في المدرسة مع بعض. طبعا سينس بيجي بعدها زمن ماضي بسيط، واوقات مضارع تام لو كان الحدث لسه مستمر في المضارع. فهنا مفيش عندي مضارع تام ولكن عندي موجود ماضي بسيط بس، فانا هختار زمن الماضي البسيط. القاعدة بتاعتها سينس بيجي قبلها مضارع تام، هنا مضارع تام و هاف بين، وسينس او ايفر سينس وبعدين بيجي بعدها ماضي بسيط. Number 25، yesterday evening we went for our English test when all the lights went out. الإجابة هتكون we're revising، وده طبعا حدث مستمر، قطعه حدث في الماضي البسيط. الجملة معناها امبارح أو بالأمس مساء، اللي هو وقت محدد في الماضي، استخدمت الماضي المستمر، امبارح مساء كنا بنراجع عشان اختبار الإنجليزي عندما كل الأنوار انطفأت.
كان في حدث مستمر اللي هو احنا عمالين نراجع الانجليش وفجأة النور انطفى، فكان في حدث قصير قطع الحدث الطويل. Number 26 عادل is one of the most annoying people I have not met. طبعا هنا اختار I have ever، بستخدم ever مع زمن المضارع التام لما يكون عندي موجود في الجملة صفة التفضيل العليا اللي هي the most annoying اللي هي الصفة superlative. الجملة معناها عادل واحد من اكتر الناس المزعجة اللي قابلتها في حياتي. Number 27 My little brother is sad because he got his favorite toy. الإجابة هتكون has broken. لو لاحظنا هتلاقي الجملة الأولى My little brother is sad، أخويا الصغير حزين، وإز دي مضارع اللي هي بنسميها جملة الأثر. الأثر اللي موجود على أخويا دلوقتي إنه حزين، فإيه سبب الحزن اللي هو فيه؟ اللي هو كسر اللعبة المفضلة لديه، ففي حاجة حصلت كان لها أثر موجود في المضارع فبستخدم ده في المضارع التام. طب لو كانت جملة الأثر ده إيز ده خليتها was، كنت هختار had broken. Number 28 علي isn't here، he not with his children to the park. الإجابة هتكون has gone. has gone ما تخليش with his children اللي كان يعني كان يعني هي تخيل انها في الاخر هنا وتخيل ان to the park جنب has gone. has gone to the park معناها ذهب الى مكان، has gone to ذهب الى مكان ولم يعد بعد، اللي معناها علي ليس هنا، ذهب الى الحديقة with يعني مع his children مع اطفاله لسه ما رجعش يعني. number 29 not seeing the accident the motorists drove more carefully. اللي بيجي بعد verb ing هو الرابط on، لكن during بيجي بعدها noun، وطبعا on بتكون بديل when، فالجملة دي اصلها when the motorists، motorists يعني الناس اللي بتركب موتوسيكلات، when the motorists saw the accident الجملة دي كان اصلها كده. بنعمل ايه؟ بنحذف when وبنحذف الفاعل وبنحط مكانهم on، وصو بنخليها فيرب اي ان جي تبقى سيينج برجعها مصدر طبعا وتبقى اون سيينج ذا اكسيدنت، ده كان اصل الجمله. طبعا ديورينج معناها اثناء او خلال فمش هتنفع. نمبر 30 I have already seen that film so I'd rather not another one. I'd rather لو جه بعدها جمله بتكون الجمله ماضي بسيط لو انت بتتكلم في المضارع. طيب لو ما فيش بعدها فاعل زي الجملة دي بيجي بعدها مصدر بدون تو. Number 31 Which of the following is structurally correct؟ الإجابة السليمة اللي ما فيش فيها أخطاء letter A I did not go to the school because I had a terrible headache. أنا ما ذهبتش، أنا ما روحتش المدرسة لأنه كان عندي صداع فظيع. إيه الأخطاء اللي موجودة في باقي الجمل؟ ربط في ليتر بي ما بين مستقبل وما بين ماضي، السلطة ما تنفعش. ربط في ليتر سي ما بين مضارع مستمر وما بين ماضي، برضو غلط. ليتر دي ربط ما بين الماضي وما بين المضارع التام، برضو غلط لأنها مش منطقية. أنا ما روحتش في الماضي، ما روحتش المدرسة في الماضي لأن دلوقتي عندي صداع، طبعا مش منطقي أبدا. نمبر 32 I have decided to remarry but I'd rather you not quiet about it. كنت لسه قايل من شوية ان I'd rather لو جه بعدها فاعل بيجي بعدها ماضي بسيط. والجملة معناها انا قررت ان انا اتجوز تاني لكن افضل ان keep quiet يعني ان ابقي الامر في هدوء، ان ابقيه سرا يعني. Number 33 We not our old friends for a year. They are too busy. الإجابة هتكون haven't met. طيب الجملة معناها ايه؟ احنا ما تقابلناش مع اصدقائنا القدامى لمدة عام. ليه؟ they are too busy انهم مشغولون جدا. الجملة ده هي مضارع عشان كده خدت مضارع تام. لو كانت are ده where كنا خدنا الماضي التام، وطبعا عفور اير دي من التعبيرات الدالة على زمن المضارع التام، ده مضارع تام مبني للمجهول ما تنفعش.
Number 34. Not her husband's final illness, she showed great loyalty. الإجابة هتكون during. وعايز عارفين during بيجي بعدها noun. وهنا النون هو كلمة illness اللي هو مرض. وطبعا during معناها أثناء أو خلال. والجملة معناها أثناء مرض زوجها الأخير أظهرت ولاء عظيما لزوجها يعني. بقى الروابط كلها بيجي بعدها جمل. Number 35. I not in this little village from 1995 to 2005. طبعا لو لاحظت على التاريخين اللي موجودين ده ماضي وده كمان ماضي يعني فترة استمرت تقريبا 10 years 10 سنين ولكنها في الماضي. يبقى انا هختار lived. ما ينفعش اختار المضارع ولا المضارع ده ولا حتى الماضي المستمر ولا حتى الماضي المستمر رغم ان الفترة دامت 10 لكنها انتهت. ليه انتهت؟ لانه بيقول ان هو عايش في القرية الصغيرة ده من سنة 95 لحد 2005 فده معناه ان الفترة انتهت حتى لو كانت استمرت فترة لكنها انتهت. Number 36. What not when I called you? You sounded very busy. هنا بقى اختار زمن الماضي المستمر. Where are you doing? وترتيب حالة السؤال ما ينفعش اختار ترتيب حالة جملة خبرية اللي هي where are doing عشان انا عندي علامة استفهام عاوز ترتيب حالة جملة استفهامية فعل مساعد زائد فاعل زائد فعل اساسي. الجملة عنها ماذا كنت تفعل عندما اتصلت بك؟ كان يبدو انك مشغولا جدا. طبعا مش هينفع اختار what you did ولا did what did you do اللي هو زمن الماضي البسيط. Number 37. He has been working in a bank since not school. Since ممكن يجي بعدها جملة ماضي بسيط او ممكن يجي بعدها verb ing بالشكل ده. لان انا هنا ما عنديش ايه؟ ما عنديش فاعل. لكن لو كان قال لي since هي نقط كنت هختار كلمة left. الجملة معناها هو بيشتغل في البنك منذ مغادرة المدرسة من ساعة ما ساب المدرسة يعني. Number 38. Radwa doesn't know what flying is like because she not. الإجابة هتكون because she has never flown. طبعا الجملة دي مغادرة بسيطة اهي. بيقول فيها ايه؟ رضوى لا تعرف كيف يبدو الطيران. انها تبقى احساس انها تبقى راكبه طياره يعني لانها she has never flown لانها عمرها ابدا ما طارت يعني عمرها ابدا ما ركبت طائره. طبعا هنا محتاج زمن المضارع الايه؟ المضارع التام. ما ينفعش استخدم ever في الجمله دي خالص لان هنا محتاج الجمله تكون منفيه وever مش نفي. طب ده مضارع بسيط نفي لا مش هينفع استخدم المضارع البسيط لان المضارع البسيط بيعبر عن عاده او حقيقة. هنا انا محتاج اعبر عن experience ما حصلتش ووارد انها تحصل في المستقبل. رضوى عمرها ما جربت احساس الطيران او كيف يبدو احساس ان هي تكون راكبة طائرة لانها لم تركب طائرة ابدا. Number 39. I locked my computer for 3 years. My daughter enjoys playing games on it. الاجابة هتكون have had اللي هو زمن المضارع التام. انا عندي الكمبيوتر ده لمدة 3 سنوات. طب هل الكمبيوتر ده اتغير ولا لسه موجود؟ لو كان اتغير هختار ماضي بسيط. طب لو لسه موجود يبقى هختار مضارع تام. طب ايش عرفني ان هو لسه موجود؟ بيقول لي بنتي بتستمتع باللعبة العاب عليه. يبقى الكمبيوتر ده لسه موجود ما اتغيرش. يبقى هختار زي ما ده مضارع تام. Number 40. A long time has passed not I saw my elder brother. طبعا هنا هختار since او ever since كلاهما صحيح. جاي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط والجملة معناها مر وقت طويل منذ ان رأيت اخي الاكبر. طبعا بقيت الايه بقيت الروابط مش نافعة. Number 41. What a miracle. Maher not smoke a lot but now he has given up completely. الاجابة هتكون used to smoke عشان used to بيجي بعدها المصدر بينما got used to was used to بيجي بعدهم verb ing. فلو كانت smoke smoking بالشكل ده كانت دي تنفع وكانت دي كمان تنفع لان الاتنين برضو بيعبروا عن عادة في الماضي.
الجملة معناها هي لها من معجزة ماهر كان متعود يدخن كتير لكنه الآن أقلع تماما. Number 42 Which of the following is structurally correct؟ الجملة السليمة ما فيش فيها أي أخطاء نحوية هي letter B اللي بتقول the kitchen was full of steam as Sarah was cooking a huge meal. الجملة معناها المطبخ كان مليء بالبخار لأن سارة كانت بتطبخ وجبة ضخمة. طبعا هنا مفيش تقاطع وأز هنا معناها لأن مش معناها بينما. تعال نشوف ورابط هنا في الجملة الأولى ما بين مضارع وما بين ماضي ما ينفعش. يتر سي ربط ما بين ماضي وما بين ماضي مبني مجهول بيقول سارة was cooked سارة كانت تطبخ. سارة هي اللي بتطبخ ليه هيعملوا منها ايه؟ لتر دي ربط ما بين ماضي بسيط وما بين مضارع تام مع از طبعا مش هينفع منطقيا. Number 43 6 people have been injured in a road accident they went to hospital by ambulance immediately. الاجابه هتكون were carried. لما بنقل خبر وبذكر الخبر بدون ما اذكر حصل امتى اول حاجه بقول الجمله الاولى في المضارع التام زي ما انتم شايفين كده. تفاصيل الخبر بقى لما اجي اتكلم عنها بقول التفاصيل في الماضي البسيط. تعالوا نشوف الخبر بيقول ستة اشخاص اصيبوا في حادث طريق. اخذوا مبني مجهول ماضي بسيط اخذوا او نقلوا الى المستشفى بالاسعاف في الحال. ما ينفعش اخد الماضي البسيط المبني المعلوم اقول نقلوا او حملوا لان كده مش هيبقى مظبوط من ناحيه المعنى. Number 44 she knocked 3 cups of coffee today. طبعا هنا عدد مرات تكرار الحدث وكلمه today وارد ان الفناجين دي تزيد ويبقوا 4 ويبقوا 5 فانا هنا انا محتاج زمن بالمضارع التام has drunk هي شربت 3 فناجين قهوه النهارده ولسه النهارده ما خلصش فوارد ان الفناجين يبقوا 4 ويبقوا 5 ويبقوا 6. Number 45 طبعا ما ينفعش استخدم المضارع التام المستمر لان المضارع التام المستمر لا يستخدم مع التعبيرات الداله على العدد او الكميه. Number 45 حد بيسال حد بيقول له واتس رونج ما الامر ماذا بك في ايه فالتاني رد عليه وقال له اي نقط ا جلاس عاوز يقول له انا كسرت كوبايه كوب زجاجي كسرت كوبايه. فالشخص اللي كسر الكوبايه ده واضح ان هو زعلان او خايف او متضايق ففي اثر موجود عليه فالشخص بيساله بيقول له انت مالك في ايه فهنا طبعا هيستخدم زمن المضارع التام لان في حاجه حصلت في الماضي ولها اثر موجود عليه فهو لما يجي يستخدم هيقول ايه I have broken a glass انا كسرت كوبايه حاجه حصلت هو عملها يعني ولها اثر موجود عليه دلوقتي فالشخص التاني لما شافه قال له انت مالك شكلك متغير في ايه قال له انا كسرت كوبايه. Number 46 Hannah cannot play tennis because she knocked her hand. الاجابه هتكون has hurt. جمله الاثر بتقول هالة ما تقدرش تلعب تنس ليه يا عم قال لي because she has hurt her hand لانها جرحت ايديها ففي حاجه حصلت في الماضي انها جرحت ايديها وبسبب انها جرحت ايديها في اثر موجود دلوقتي انها مش قادره تلعب تنس. تعالى بقى شوف الجمله اللي بعدها بيقول هالة didn't play the tennis because she lost her hand. هالة ما لعبتش ده ماضي اهو ما لعبتش في الماضي تنس هنا انا استخدم زمن الماضي التام because she had hurt her hand طبعا دي حاجه حصلت في الماضي زمان وكانت مانعه انها تقدر تعمل حاجه برضه تانيه في الماضي ولكن جرحت ايديها الاول وما قدرتش تلعب بعد كده. Number 48 Noelle's younger sister has studied the past tense but she hasn't studied the present perfect not. يقول نوال اخت نوال الصغرى درست الماضي البسيط لكنها لم تدرس المضارع التام حتى الآن. كلمة yet بتيجي في الجمل الايه المنفية hasn't studied ما ينفعش اخد never لان never نفي والnot نفي ما ينفعش استخدم نفي معناه في لان نفي النفي اثبات just ما بيجيش في الجمل المنفية ولا كلمة already. Number 49 she knocked the daily newspaper now she doesn't have the time. الإجابة هتكون always
ريد. طبعا الجملة دي بتعبر عن عادة في الماضي. ليه؟ لأن أنا عندي فعل ماضي مع ظرف من ظروف التكرار، وإذا اقترن ظرف من ظروف التكرار زي always we usually often sometimes الحاجات دي مع فعل ماضي يبقى بيعبر عن عادة في الماضي. فالجملة معناها هي كانت دايما بتقرأ الجريدة اليومية، الآن ليس لديها وقت، لم يعد لديها وقت إنها تقرأ الجورنال يعني. طب هقعد اقول لي طب هي read ماضي؟ اه ده فعل غير منتظم تصريفاته read read read. لو كان مضارع كان المفروض يبقى فيه حرف اس بالشكل ده عشان جاي بعد شي، فلازم كنا نحط فيه اس عشان تبقى she reads، وبما ان مفيش اس زي كده يبقى هو ماضي بسيط. طب واحد يقول لي احنا ليه اصلا خدنا الاجابه ماضي، ليه ما خدناهاش مضارع؟ هقول له ما خدناهاش مضارع لانه بيقول الان في الجمله الثانيه. يبقى في الجمله الاولى مش هيتكلم عن الان، هيتكلم عن زمان اللي هو الماضي، ونعمل مقارنه ما بين اللي كان بيحصل في الماضي وما بين اللي بيحصل دلوقتي. هيقول هي زمان كانت بتقرا الجورنال، دلوقتي ما عادش عندها وقت. نمبر 50 she has been to America this means that she not there. بيقول هي ذهبت امريكا، هذا يعني انها is no longer there، لم تعد هناك. ايش عرفني انها لم تعد هناك؟ ما has been to معناها ذهبت وعادت، يبقى هي خلاص لسه ما بقتش ايه، خلاص ما عادتش لسه في امريكا، رجعت يعني. نمبر 51 احمد نقط لندن، هي از جوينج تو ريتيرن تو كايرو نيكست ويك. بيقول سوف يعود الاسبوع القادم، يبقى هي هاز جون تو، ذهب ولم يعد بعد. نمبر 52 اي نقط ماي كمبيوتر فور 3 ييرز بات ذن اي سولد ات. ركز هنا بقى، في 4 وفي 3 ييرز، 4 مده زمنيه، انت ممكن تتسرع وتختار مضارع تام هاف هاد، ولكن بيقول بعد كده انا بعته، يبقى هل الكمبيوتر ده لسه موجود عندي؟ كانت في مساله مشابهه للحاجه زي شبه كده، هل الكمبيوتر ده لسه موجود ولا ما بقاش موجود؟ ما بقاش موجود، لانه بيقول زين اي سولد بعد كده انا بعته، يبقى خلاص هنا هختار هاد، لان لو كان الكمبيوتر لسه موجود كنت اختار هاف هاد. نمبر 53 It's more than 20 years not I traveled abroad. It's أو it has been بيجي بعدهم فترة زمنية وبعدين since وبعدين جملة ماضي بسيط، فأنا هختار على طول since. وأدي it's وأدي الفترة الزمنية وأدي since وأدي الماضي البسيط، والجملة معناها مر أكتر من 20 سنة منذ أن سافرت إلى الخارج. نمبر 54 How fast not when the accident happened. الإجابة هتكون How fast were you driving. يعني How fast يعني كم السرعة، كم السرعة اللي انت كنت بتسوق بيها عندما حدثت الحادثة. فده كان حدث مستمر، الرجل راكب العربية وسايق اهو، وفي حدث قطع القيادة اللي هو الحادثة اللي حصلت. فهنا بستخدم علاقة تقاطع ما بين زمن الماضي البسيط وما بين زمن الماضي المستمر. رقم 55 مستر علي was shocked when he joined our company as he not to doing much work every day. لو بصينا على الجملة بيقول مستر علي كان مصدوم عندما انضم للشركة بتاعتنا لأنه، الإجابة هتكون ليس معتادا على العمل لفترات طويلة او ان هو يشتغل الشغل الكتير ده كل يوم. ابص الان عندي بعد تو فيرب اي ان جي، يوز تو بيجي بعدها مصدر مش نفع، didn't use تو بيجي بعدها مصدر برضو مش نفع، عندي غير دي او دي، هختار الاثبات ولا النفي؟ اختار النفي لانها انسب من ناحية المعنى. نمبر 56 the television was on but nobody not. بيقول التلفزيون كان شغال لكن لا احد was watching، لكن لا احد كان يشاهد، ما فيش حد كان بيتفرج على التلفزيون. طبعا ما ينفعش اعملها ماضي بسيط، التلفزيون كان شغال بس ما حدش بيتفرج. نمبر 57 it's strange while it was snowing in Canada it not in Egypt. الإجابة طبعا هتكون was shining.
الضوء عليها هذا امر غريب بينما كانت تمطر ثلجا في كندا او بينما في الوقت اللي هي بتمطر فيه ثلج في كندا كان الضوء مشرق في مصر. طبعا دول علاقة توازي بينهم في الماضي، حاجتين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت فين في الماضي بس ما فيش حدث فيهم قطع الحدث الاخر. طبعا ما فيش اختار الماضي البسيط والا ده هيبقى قطع ده، طبعا مش هينفع خالص المعنى ده. نمبر 58 it not very cold lately but it's just beginning to get warmer. الإجابة هتكون it has been عشان عندي كلمة lately من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام، والجملة معناها الجو كان برد جدا مؤخرا لكنها بدأت انها تبقى اكثر دفئا. نمبر 59 crossing the street he knocked on the ice and broke his arm. الإجابة هتكون slipped والجملة معناها وهو بيعبر الشارع اتزحلق على التلج وكسر دراعه. طبعا هنا and حرف عطف والجملة دي بتعبر عن حدثين تتابعا في الماضي، يعني حاجتين حصلوا ورا بعض في الماضي. نمبر 60 at the weekend they played football then they went to a restaurant. الإجابة هتكون played، برضو الجملة دي بتعبر عن حدثان تتابعا في الماضي، يعني حاجة حصلت ورا حاجة، لعبوا كرة قدم وبعد ذلك ذهبوا إلى المطعم. طبعا برضو زين تعتبر من الجواب العطف اللي معناها ثم زيها زي و، يعني الحاجات دي بيكون حرف الزمن بتاع الفعل اللي قبلها نفس الزمن الفعل اللي بعدها. نمبر 61 we were sitting in the garden when it suddenly got to rain. عنده رابط اهو when جاي قبل منه ماضي مستمر، اختار بعد منه started وهنا في علاقة تقاطع الحدث ده قطع الحدث ده. الجملة معناها بينما كنا نجلس في الحديقة عندما بدأت تمطر. نمبر 62 did you hear what she said. واحد بيسأل واحد بيقول له انت سمعت هي قالت ايه، فالتاني رد عليه وقال له no I thought about something else. الإجابة هتكون I was thinking. انا كنت بفكر. الفعل هنا think طبعا هو بيجي بمعنيين، بيجي بمعنى يعتقد، think لها معنيين، ممكن تيجي بمعنى يعتقد وممكن تيجي بمعنى يفكر. لو جت بمعنى يعتقد ما ينفعش تتحط في زمن مستمر اللي هو ده زمن مستمر، ولو جت بمعنى يفكر ينفع تتحط في زمن مستمر. هي هنا معناها يفكر. طبعا التفكير ممكن يستغرق منك ساعة، ممكن تفضل ساعة قاعد تفكر وبعد ما توصل لحاجة او توصل لحل او ممكن ما توصلش اصلا تبطل تفكير وتنشغل باي امر ثاني. الشاهد يعني ان الخلاصة ان التفكير ده حدث ممكن يصارك منك فترة زمن، عكس الاعتقاد. الاعتقاد بيكون دايم معاك طول الوقت ليل ونهار وصبح، ده حاجة من افعال الستيت فيربس او من افعال الحالة اللي هو بمعنى يعتقد. فهنا بيقول له انت سمعت انا قلت ايه، انت سمعت هي قالت ايه قصدي، قال له لا انا كنت بفكر في حاجة تانية. يبقى معناه ان هو كان منشغل في مزاولة نشاط ما منعه من ان هو يسمع هي قالت ايه. نمبر 63 تامر نقط a lot of health problems since he started living in that polluted city. الاجابة هتكون has had، وطبعا هنا عندي since اهي جاي بعدها ماضي بسيط، يبقى احنا محتاجين قبل منها مضارع تام. والجملة معناها تامر كان عنده كثير من المشاكل الصحية منذ ان بدأ العيش في هذه المدينة الملوثة. نمبر 64 while I was reading a library book I got a 10 pound note in it. الإجابة هتكون I found. while ده بعدها مدى مستمر وده مدى بسيط، يبقى هنا في حدث او علاقة تقاطع ما بين الزمنين، الحدث اللي هو في المدى البسيط ده قطع الحدث اللي هو في المدى المستمر. والجملة معناها بينما كنت اقرأ في كتاب في المكتبة وجدت ورقة بعشرة جنيه، عشرة جنيه ورق يعني داخل الكتاب. نمبر 65 عادل hasn't contacted me since he left Cairo. since هي قبل منها زمن مضارع تام، since هنا بقى الاغلب الزمن هيكون بعدها ماضي بسيط او جملة يعني فيها ماضي بسيط، يبقى انا هختار لان انا عندي هنا فاعل هختار left. طب لو ما كانتش هي موجودة كنت هختار leaving.
Number 66, the storm destroyed the sand castle that we built. الإجابة هتكون that we were building. وبقول معناها إن العاصفة دمرت القلعة التي كنا نبنيها. لو كانت ده هي دي ده هي لو كانت تي بقت had built كانت تنفع هي تمام ساعتها كانت الإجابة كانت هتكون A و C. لو كان البيض ده ممكن يكون ده في خطأ طباعة أنا ما أعرفش بس لو الدي ده هي تي وكانت كده بالشكل ده بيلت ساعتها كانت الإجابة تبقى A و C كان يبقى الإجابتين دول ينفعوا لكن على وضعها كده الإجابة الصحيحة هي وير بيلدينج وكده معناها إن في حدثين في بينهم علاقة تقاطع إن هو الزمن ده اللي هو ديسترويد العاصفة دمرت القلعة التي كنا نبنيها نمبر 67 I was in a hurry so I no time to phone you. الإجابة هتكون I didn't have. السياق ماضي I was اهو بيقول أنا كنت مستعجل لذلك ما كانش عندي وقت أتصل بيك. طبعا have لما يجي بمعنى لدي ما ينفعش أحطه في زمن مستمر بالشكل ده. Number 68 She bought a magazine when suddenly somebody knocked at the door. الإجابة هتكون was reading. وبيقول معناها هي كانت بتقرأ المجلة عندما شخص ما طرق الباب فجأة يبقى ده كان حدث مستمر هي عمالة تقرأ في المجلة وفجأة الباب خبط يبقى ده حدث قصير قطع حدث طويل Number 69 Before I became a vegetarian I was used to not a lot of meat Was used to بيجي بعدها verb ing والإجابة هتكون Eating. Number 70 Hani couldn't answer the phone because he got a shower السياق عندي ماضي couldn't بماضي يبقى أنا محتاج was having الجملة معناها هاني لم يستطع أن يرد على الهاتف معرفش يرد على التليفون لأنه كان بياخد شاور كان بياخد حمام كان بيستحمى يعني فهنا عدم القدرة على القيام بشيء بسبب القيام بشيء آخر لو خليت كانت أكود ينتهي لو خليتها كانت ساعتها ممكن الإجابة تبقى is having بس طبعا هي مش موجودة في الاختيارات Number 71 There is not much more to do now that we know at the main problem الإجابة طبعا هتكون have solved السياق there is ده مضارع طبعا ده يعتبر جملة الأثر بيقول الآن ليس هناك الكثير يمكن أن نفعله يعني ليس هناك ما يمكن أن نفعله جملة منفية الآن وقد حللنا المشكلة الرئيسية that we have solved the main problem بدي جملة الأثر في المضارع بأختار الجملة في زمن المضارع الإيه التام Number 72 The house not so much bigger now that we have painted the walls in brighter colors لو بصيت على الجملة دي هتلاقي شبه الجملة اللي فيها اللي فيها كلمة now that هتلاقي الجملة اللي دي فيها مضارع تبع have painted احنا خدنا برضو زيها have solved الجملة اللي فاتت كان الجملة دي جملة الأثر كانت مضارع فاحنا برضو هنختار هنا مضارع بسيط اللي هي هتكون looks برضو اللي فوق كان زمانها مضارع بسيط يبقى الجملة دي معناها the house المنزل يبدو أكبر بكثير now that we have painted بعد احنا ما عملنا الايه ما دهنا الجدران بألوان زاهية Number 73 I haven't seen my neighbors since they left our district الإجابة طبعا هتكون left اللي هو زمن الماضي البسيط وآدي since اهو وآدي مضارع تام منفي وبعدها طبعا بيكون ماضي بسيط بص بقى في المسألة اللي بعدها وقارن بينها وبين المسألة رقم 73 I haven't seen my neighbors since I not here الجملة اللي فوق بتدل من حدث انتهى since I left our district لكن الجملة دي بتقول ان انا لسه عايش في المكان here يبقى انا هعملها مضارع تام لان معروف القاعدة الاشهر ان since بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط وينفع يجي بعدها مضارع تام اذا دل على ان الحدث لم ينتهي او ما زال يحدث فهنا بيقول انا ما شفتش جيراني منذ ان عشت هنا
فدي معموله مدير اعتال، يعني هو لسه عايش هنا، يعني ما انتقلش لمدينه تانية. لكن الجمله اللي فوق 73 بيقول انا ما شفتش حد من جيراني منذ ان غادرت الحي او المقاطعه اللي انا كنت عايش فيها، يبقى هو ساب الحي ده خلاص. نمبر 75، this furniture factory has been here now the year 1. الاجابه هتكون since، اللي معناها منذ العام الاول. طبعا العام الاول دي بيعبر عن بداية مدة زمنية، مش بيعبر عن مدة كاملة. جملة معناها مصنع الاساس، اللي هي كلمة فيرنشر، مصنع الاساس موجود هنا منذ العام الاول. بعد كده عندي تمارين المانجمان. اول سؤال بيقول it has been 2 months since we met our uncle in the village. قلنا it's او it has been، اي واحدة فيهم، بعدين فترة زمنية، بعدين سنس، بعدين جملة ماضي بسيط. والجملة معناها مر شهرين منذ ان زرت عمي في القرية. نمبر 2، my friend not a health problem since he lived in that highly polluted area. الاجابة هتكون has had. طبعا الجملة معناها صديقي لديه مشكلة صحية منذ ان عاش في هذه المنطقة الملوثة جدا. طبعا زي ما قلنا سنس بيجي قبلها مضارع تام وبعدها مضارع بسيط، بعدين قبل ده مضارع تام has been. خد بالك has been معناها يكون، و has had معناها لديه، ودي health problem هتقول صديقي يكون مشكلة صحية ولا صديقي لديه مشكلة صحية، فده رغم انه مضارع تام بس مش هينفع. نمبر 3، I know at dinner when Adel arrived so I warmly asked him to share the meal with me. الإجابة هتكون I was having، كنت اتناول العشاء عندما وصل عادل. فهنا في علاقة تقاطع ما بين الحدثين، انا عمال اتناول العشاء مستمر له وفجأة وصل عادل. ذلك حتى بيقول لي لذلك انا طلبت منه ان يشاركني الوجبة بترحاب، واملي بترحاب ورفق. نمبر 4، sorry for being late sir please let me in I'm not in very bad traffic. الإجابة هتكون I have been، لأن هي الوحيدة اللي بيجي بعدها إن، ما تنفعش have gone، طبعا have gone بيجي بعدها to. سيبني من دول خالص. الجملة معناها أنا آسف على تأخري سيدي، من فضلك اسمح لي بالدخول، أنا كنت في ازدحام مروري صعب جدا أو سيء جدا. طبعا ده حاجة حصلت في الماضي، اللي هو ان هو كان في ازدحام مروري، يعني كان في مرور سيء، وده كان له اثر عليه ان هو وصل متأخر. فلما راح المكان، سواء مكان شغله او مكان مدرسته، قال له لو سمحت سيبني ادخل، انا اسف ان انا جيت متأخر. فدي حاجة حصلت في الماضي لها اثر موجود دلوقتي، فطبعا بختار زمن المضارع التام. نمبر 5، my sister got her university degree in 2018. إنه بعدها سنة من سنين الماضي، بختار زمن الماضي البسيط. لو غيرتها خليت دي سنس، بختار زمن مضارع تام. المسألة اللي بعدها رقم 6، there are always economic crises not pandemics. الإجابة هتكون during، اللي معناها أثناء. وكلمة pandemics جمع كلمة pandemic اللي معناها جائحة، زي جائحة الكورونا. الجملة معناها يوجد دائما كوارث أو أزمات اقتصادية أثناء الجوائح أو الأوبئة. نمبر 7، how long ago not your father come back from London. طالما how long ago، يبقى اختار ترتيب حالة سؤال في زمن الماضي، وطبعا حالة سؤال في زمن الماضي كان من did زائد الفاعل زائد المصدر. نمبر 8، my cousin has lived abroad not his childhood. childhood اسم بيعبر عن فترة زمنية، بداية فترة زمنية قصدي يعني، فهنا هنختار كلمة since. الجملة معناها ابن عمي عاش في الخارج منذ طفولته. طبعا ما تنفعش فور، لان فور بتعبر عن المدة كاملة، انما childhood اللي هي الطفولة، فدي بداية المدة، يعني بداية المدة الطفولة بتاعته. فاخد بقى من اول الطفولة لحد وانت جاي بقى المراهقة والشباب وهكذا. نمبر 9، I will wait till my friend not before I order food. till ضربة زمني اللي هي اخت until،
بيجي بعدهم مضارع بسيط او مضارع تام، وهنا في مستقبل اهو. يبقى انا محتاج هذا الرايز اللي هو زمن المضارع التام لان ما فيش عندي مضارع بسيط. والجملة معناها انا سوف انتظر حتى يصل صديقي قبل ان اطلب الطعام. Number 10 I haven't met the general manager not it's my first time to meet him. واضحة جدا الاجابة هتكون before. طبعا before معناها من قبل. والجملة معناها انا ما قابلتش المدير العام قبل كده. It's my first time. انها اول مرة قابله. طبعا دي الجملة دي بتحدد ان الحاجة دي هتحصل اول مرة. يبقى انا ما قابلتوش خالص قبل كده. طبعا اريد ما تجيش في الجمل المنفية. الجملة المنفية بكلمة not. وما ينفعش استخدم never لانها نفي. وكمان الجملة المنفية ونفي نفي اثبات وever ما تنفعش تجي في الجمل المنفية. Number 11 while not for the school bus I met one of my old friends. لاحظ بعد while لا يوجد فاعل، مفيش فاعل، يبقى انا هختار الverb ing. والجملة معناها وانا انتظر او بينما انا انتظر اتوبيس المدرسة قابلت احد اصدقائي القدامى. ما ينفعش اخد was waiting طالما مفيش فاعل. Number 12 my uncle worked as a taxi driver for 10 years now he is a worker in a big clothes factory. الإجابة هتكون worked. رغم وجود التعبير ده 14 years المشهور اللي هو يعني ده على زمن المضارع التام، بس انا هختار ماضي بسيط لان في جملة بتأكد ان الحدث انتهى واللي موجود دلوقتي غير اللي كان موجود في الماضي. وضح اكتر يا مستر اوضح لك. بيقول عمي اشتغل سواق تاكسي لمدة 10 سنين. لو كان لسه شغال سواق تاكسي كنا خدنا هاز وركت. بس ده هو بيقول ان هو دلوقتي عامل في مصنع ملابس. يبقى خلاص اللي كان في الماضي انتهى اللي هو ان هو كان شغال سواق تاكسي. في الحال ده هستخدم زمن الماضي البسيط حتى لو كان الحدث ده استمر فترة من الزمن في الماضي. Number 13 I haven't seen Wael not the last time we met in the village. الإجابة طبعا هتكون since. جاي قبلها مباراة تام زي ما انتوا شايفين وجاي بعدها ماضي بسيط. وما تخليش the last time تلخبطك. Since we met in the village. تخيل ان the last time مش موجودة اللي معناها منذ آخر مرة. وممكن الجملة تكون بالشكل ده since we last met in the village معناها برضو منذ آخر مرة تقابلنا في القرية. طبعا since ممكن يجي بعدها the last time لازم تكون بفيها كلمة time او since the last حدث او since last مش the last بقى since last بس يجي بعد last فترة زمنية. فترة زمنية. Number 14 while Samir was doing his homework his sister not to loud music so he wasn't able to concentrate. الإجابة هتكون was listening معناها كان يستمع زمن مدى مستمر. هنا في علاقة توازي ما بين الحدثين. بينما سمير يكتب واجبه أخته كانت بتسمع موسيقى عالية لذلك هو ما كانش قادر يركز. Number 15 my pale friend arrived at Cairo airport a moment ago this means that he not. صديقي بالمراسلة وصل منذ لحظة ده معناه that he has just arrived. ما تنفعش just has arrived احط just قبل الفعل بالشكل ده، بحط just ما بين الفعل المساعد وما بين التصريف الثالث. Number 16 I used to play football when I was young but now I'm not. بيقول انا اتعودت العب كرة القدم عندما كنت صغيرا but now لكن دلوقتي I don't. طبعا هنا بقى من المقارنة ما بين اللي كان بيحصل في الماضي وانتهى وما بين اللي بيحصل دلوقتي، واللي دلوقتي لازم يكون عكس اللي كان بيحصل في الماضي. فاذا كان الشق ده مثبت هيكون هنا منفي او عكسه يعني، واذا كان هنا منفي هيكون هنا مثبت. وطبعا لو كان عندي فعل ثاني غير play هستخدم بقى am not. لو كان هنا في I used to be فكنت اختارها am not عشان هي اللي تمشي مع I. Number 17 what not at 7 PM yesterday. هنا at 7 PM ده وقت محدد. yesterday ده بالكلمة بتعبر عن الماضي يبقى اسمه وقت محدد في الماضي. بختار زمن ماضي مستمر. حابب سؤال
يعني فعل مساعد زائد فاعل زائد فاعل اساسي، ما ينفعش اختار ماضي مستمر حالة اثبات. عشان انا عندي سؤال في علامة استفهام في اخر الجملة، الجملة معناها ماذا كنت تفعل الساعة 7 امبارح او الساعة 7 بالامس. اخر مسألة معايا في الفيديو، the government bought a lot of villages recently. كلمة recently معناها حديثا، من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام. هختار has modernized، والجملة معناها ان الحكومة طورت كثيرا من القرى حديثا، او حدثت يعني، او قامت بتطوير كثير من القرى حديثا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى عجبكم الفيديو، ما تبقاش على بقى تزر اللايك. اتمنى لكم في معنى التوفيق. شكرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.